نسأل الله عز وجل أن نكون بمستوى الأمانة مع هذا الموسم القادم، وأن نكون المرشد لأبنائنا أن يتوجهوا وأن يحرصوا على الحضور وعلى المساهمة، وليس الحضور فقط. هذه أمانتنا، هذه مسؤوليتنا، هذا واجبنا، أن نجسد المآتم التي كانت ولا زالت تستنطق غير الشيعي، بل وتستنطق غير المسلم. كم هي الملاحم وكم هي القصائد وكم هي الكلمات التي قالها غير المسلمين في شأن الحسين عليه السلام؟ من الذي دلهم على ذلك؟ كتب التاريخ؟ كلا، بل موقف الشيعة، سلوك الشيعة، سيرة الشيعة في هذه الأيام هي التي جعلت من الحسين رسالة عالمية، ويبقى الحسين رسالة عالمية إن شاء الله تعالى.